members of the Security Council. يتحمل أعضاء مجلس الأمن مسؤولية التصويت تأييدا لتدابير تلتزم بالسلم والأمن الدوليين وتحافظ عليهما. يمثل هذا القرار موقفا مناصرا للحقيقة والإنسانية ومناهضا للقتل والكراهية. التصويت لصالح مشروع القرار هذا يمثل دعما لحق الفلسطينيين في الحياة. على النقيض من ذلك، التصويت ضد هذا المشروع ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والمعاقبة الجماعية المفروضة على الفلسطينيين.